بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو عن الهيترات بمناسبة اختراع فصل الشتاء. طبعا الهيتر اللي احنا شايفينه ده الهيتر موتور ايطالي، ولاعة ايطالي، موتور شيما ايطالي، ولاعة ريالو ار جي 3 وار جي 2. في منه نوعين، في 1000 متر وفي 500 متر. طبعا ده الموتور شيما ايطالي الاصلي. طبعا زي ما احنا شايفين الجسم الداخلي ستانلس. طبعا الهيتر له قاعدة بعجل او من غير عجل. طبعا دي اللوحة بتاعته، ده في اتنين حساس. طبعا زي ما شايفين من جوه كده الهيتر ستانلس. طبعا الهيتر له مدخنة. الهيتر ده ما فيه من نوعين، في اللي هو الالف متر وفي متر. بعد كده طبعا ده هيتر كوري اسمه زيت فاير. الهيتر ده بيكفي 350 متر. ده هيتر صيني بيكفي 250 متر. ده هيتر يوتيك كده المحترم بيكفي 400 متر. طبعا ده هيتر اكبر، ده صيني بيكفي 500 متر كده المحترم. ده هيتر طبعا هيتر بولاعة زي ما احنا شايفين كده، هيتر محترم جدا جدا جدا. ده مستر هيتر بيكفي 250 متر. طبعا عندنا جميع مساحات الهيترات. في طبعا عندنا الهيترات اللي هي الايطالي الكامل، يعني ده